هيدا الفون دو تان خبرتك عنه جبته جديد رائع. ما بتحطي لا بودر حبيتيه؟ كثير حبيته. وبعدين بتضل بشرتك ناشفه. ما هذا تليفون عم بدي اجوزك. جوزي ردي عليه قولي له عم بسوق. جد انا؟ اي شوف لا ما بحب عن جد ما بحب بستحي كثير وحتى انا ما بحب احكي معه بالتليفون. اوكي لكن بعتي له واتساب قولي له انه من قدام المحل بصير قولي له عم بسوق. اوكي اصلا سكر روقي سوق بس ايه هلا بعطيك اسمه اذا ما لقيت مثله انا بجيب لك اياه من حد البيت عنا. ما بتعرفي بات قد ايه بكره حتى على وجه شيء لانه دغري بزيد. بعرف ما انا عم عاني نفس الشيء. هيك بعت لك فويس. ايه شو عم بقول؟ عم تكتبي واتساب انت وعم بتسوقي يا بقره؟ بعتي له انا فرح عم بكتب. كيش عم يمزح هلا عم يحكي عن جد انا فرح. عرفني بكون معصب من الشغل. ايه فما بحط شيء ما بحط شيء على وجهي لانه افضل انه ما احط شيء من ما انه هيك يقعد يزيد. بقرف كثير اختي منه الشغله. بس هيدا لا بيزيد ولا شيء ولا شيء ولا بتحسي كل النهار قاعد فيه على السطح على الشمس ما حسيت. ليك رد فرح يا عيني ولك يا عيني مسلمتك التليفون ورايحه حضرتها على حل شعره وين الحلوان فيه عارف؟ لحظه هيك بتحكوا مع بعض؟ الحيوانة عم بتسوق. سوري لا اتس اوكي. اه ما بعرف شو بدي اقول لك عن جد. خلص ما تقولي شيء خلينا نرجع. ايه على ايه عم بقول لك جربته كان كثير روقي رد. عم بتسوقي وتبعتي واتساب يا بقرة؟ لا قولوا عن جد عم تحكي؟ انه كيف تخلصي منه هيدا؟ يا الله حياتي من ورا الواتساب تبعك اكلت زبط 450 الف ليره يا الله. عن جد عم تحكي؟ انا شو عملتي هلا؟ جوزي وحافظته عن الغاية. رد شو؟ 450 الف؟ ايه ما ترجع على البيت، اوعى ترجع على البيت، بكره اوراق الطلاق بيوصلوا عند اهلك. عن جد؟ بعقد عن جد لازم تشتري.